احنا معانا الصحفي هيثم نبيل، رئيس تحرير موقع يلا كورة. مساء الخير يا استاذ هيثم. مساء الخير يا ريم. مساء الخير. مساء الخير يا هيثم، استاذ. ايه المعلومات المؤكدة عندكم؟ والله انت عارفه يا ريم، في الاوقات اللي زي دي ما بتبقاش في حاجه مؤكده قوي، صحيح. لكن المعلومات اللي عندنا ان غالبا لحد دلوقتي 53 متوفي للاسف الشديد. على عهدة مين المصدر؟ المصادر الناس المسؤوله عن المستشفيات وبورسعيد لحد دلوقتي. مصادر طبية يعني. الى جانب الاف المصابين او مئات المصابين، يعني مش عايز اكبر الموضوع. الوضع هناك في بورسعيد اصبح سيء للغايه، العمليه فيها صعوبه شديده جدا حتى لنقل الخبر. المراسلين بتوعنا بيتعرضوا لحالات انهيار نفسي من اللي بيشوفوه. واضح انها كانت حرب، وحرب مدبره، وحاجه اعتقد للاسف الشديد ان القذر اللي بيلعب بمستقبل مصر بيلعب بيها بقذاره شديده للغايه، والموضوع وصل لمرحله لا يمكن ان نسكت عليها. طيب، حدث مثل هذا الموقف في مباراه المحله والاهلي، واستطاع الامن بشكل مهذب وبشكل محترم انه يسيطر على الاوضاع. السؤال، لماذا لم يحاول، مش حتى يسيطر، يحاول الامن في هذه المباراه ان يسيطر على الاحوال؟ اذا كان حجه الامن والجيش انهم مش عايزين يخشوا في صدامات مع الشعب عشان حاله الاحتقان، الصدامات دي كلنا كنا بنشوفها في ميدان التحرير ومحمد محمود، وكانوا بيتعاملوا بقوه، ليه ما بنتعاملش بقوه مع حاجه؟ لا، وبعدين اذا احنا بنلغي حاله الطوارئ فيما عدا حالات البلطجه، فما فيش حالات بلطجه يعني أسوأ من كده يعني. امتى يعني؟ طب انا بس عايزه اسال سؤال، مراسلينك في بورسعيد يعني قالوا ايه بالظبط عن الاداء الامني، غير انه تقاعس عن احتواء الموقف؟ لان احنا عن يعني في معلومه ما احناش متاكدين منها حتى الان برضو، انه الامن هو اللي فتح ابواب المدرجات. لا، انا مش عايز اوصل يعني للشك لهذه الدرجه يعني، ولكن هي المدرجات اصلا يعني الامن واقف في مكان داخل الملعب بعيد عن المدرجات. هو من بعد الثوره تقريبا الامن كله بيقعد جوه الملعب وبيسيب المدرجات، ودي حاجه احنا كنا نادينا بيها قبل كده، اوكي. لكن لما تشوف انت قدامك بعض الجماهير نازله الملعب وانت موجود جوه الملعب، مش صعب ابدا ان انا كراجل مسؤول ادي الامر يا عساكر قوموا وقفوا واحموا الملعب ده، ما حدش ينزل. دي حاجه سهله جدا انها تحصل. طيب، الشرطه العسكريه، هل يعقل ان مباراه زي دي وكل مصر قبلها قاعده بتقول يا جماعه خلوا بالكم، جماهير المصري مشحونه وجماهير الاهلي مشحونه، لو سمحتوا خلوا بالكم، الشرطه العسكريه سابت الموضوع ومشت مش موجوده، الناس بتموت جوه في الملعب، الناس بتوع الاهلي، المراسل بتاعنا جوه غرفه خلع الملابس بتاعت النادي الاهلي بيتوسلوا حد يبعت لهم حد بادويه، محدش عارف، وفي ناس بتمنع عربيات الاسعاف انها توصل. ايه قله الادب والسفاله دي؟ يعني مين المسؤول عن الكلام ده؟ طيب، هل عندنا اي معلومات عن نوع الاصابات واذا كان في يعني اسلحه تم استخدامها ولا لا؟ لانه يعني على حد فهمنا يعني انه الاعداد الكبيره دي عشان تسقط في الوقت القصير ده بس طوب وتزاحم. لا، هو اللي عندنا المعلومات المؤكده، عشان برضو ما نقولش كلام مش منطقي، في بعض الناس سمعوا دوي طلقات رصاص خارج الملعب. سماع احنا مش بس. متاكدين أوه. احنا مش متاكدين ده صح ولا غلط، لكن هي الفكره كلها ان جماهير الاهلي وهي في المدرج بتاعها وهي بتجري وقعوا من فوق المدرج، الناس بقت بتقع من فوق المدرج عشان يهربوا، فده طبعا هيكلف الناس حياتهم اكيد طبعا. يعني الناس بتقع من فوق مدرج. طيب، هل في اي الكبير. اخبار هل فضل. هل في اي اخبار عن التراس اهلاوي؟ لانه في كتير من يعني على تويتر بيقولوا انه اغلب المصابين من التراس اهلاوي. ما هو غالبا كل اللي بيروح المباريات الصعبه قوي زي دي بيبقوا التراس اهلاوي طبعا، لان هم اللي بيبقى في عقليتهم مسانده الفريق تحت اي ظروف، فهم رايحين وهم عارفين ان هم قد يتعرضوا لخطر او لحاجه مش مظبوطه. انا بس عايز افكرك يا ريم ان احنا السنه اللي فاتت بعد احداث الثوره اتلعب مباراه للاهلي والمصري في بورسعيد وامنها الجيش المصري وخرجت بلا مشاكل. النهارده ليه النهارده بيحصل الكلام ده؟ عندك السؤال مش تفسير؟ بريء طبعا، عندك بس انا تفسير عايز من افهم.
عندك أي تفسير يا هيثم من وجهة نظرك؟ عندي تفسير واحد للأسف الشديد، إن في حد عايز يحرق مصر. مصلحته إيه؟ الله أعلم. وهيستفيد إيه لما تولع البلد؟ لأنها هتولع عليه وعلينا. يعني مش هيدور علينا إحنا بس، وهو هيفضل في أمان وآمن وسليم، هتولع علينا كلنا. أنا مش قادر أفهم العقلية اللي بتفكر كده، بتفكر كده إزاي؟ لا، هي العقلية اللي بتفكر كده، والعقلية اللي سايبة العقلية اللي بتفكر كده. أنا بشكرك شكرا جزيلا هيثم نبيل، رئيس تحرير موقع يلا كورة. أكد أنه أو يعني حسب المصادر الطبية المتاحة بالنسبة لهم بيتكلم عن 53 شهيد ومئات المصابين. آخر معلومة رسمية في تصريح لوكيل وزارة الصحة في بورسعيد منشورة على موقع اليوم السابع، بيتكلم عن 38 قتيل. أعداد المصابين حتى الآن ما هياش مؤكدة. المؤكد أنه الأداء الأمني كان معدوم على الأقل في احتواء الموقف، وما زال معدوم حتى الآن.